القادمة، القادمة بداية على المركز الثالث. الله يا بداية، نايف بن ناصر الأبنوي قادم على المركز الثالث، وصلالة على المركز الرابع، ولكن سيوف 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 تبي السيف. الله الله الله، الميتين متر الأخيرة، السيف بالانتظار، السيف بالانتظار. الله يا سيوف، بداية على المركز الثاني، نايف بن ناصر البلوي، ولكن سيوف تحسم الأمور. أول يشواتنا في هذا الصباح. الله يا سيوف، اللحظات الأخيرة، سيوف إذا انتهانينا، والناموس لعبد الرحمن بن سلمان العتيبي على حصول سيوف بالمركز الأول. بداية على المركز الثاني، نايف بن ناصر الابلوي، المركز الثالث مياسه، وجب بن بندر العتيبي المركز. خبرتكم عن شاهين يتسلل من مركز الى مركز، ينطلق في هذه اللحظات شاهين السر بن محمد السوداني، لكن فخر فخر مع المركز الثاني، لكن شاهين هو فخر فخر يا فخر. من غير على الصداره سفر بن تغيم القرشي مع الشوط الرئيسي. الله الله، مشكور يا ابو عزوز من قدم لنا فخر مع الشوط الرئيسي، 200 متر اخيره ما تبقى على خط النهايه. سلام فخر سلام مع المركز الاول بالشوط الرئيسي. اول اشواطنا في شوط القعدان يبقى هنا في ميدان الطايف. تانينا والناموس، مالكي فخر صفر، بنتغيم القرشي تاني والناموس. هؤلاء حصول فخر بالمركز الاول صفر بنتغيم. القرش المركز الثاني 19، ثاني مراكز كان شهير السر بن محمد السوداني مركز الثاني. يتابع معركة الكبار ما بين بن بشان ما بين بن بتلة، ولكن عطونا درب يا اخوان. وصل الذباحة مع المركز الثالث خالد بن ربيع العجمي، ولكن الصدارة مع بن بتلة وابناء الغويبة والمركز الثاني، ابناء جودة والمركز الثالث ابناء الوادية، ولكن الصدارة والغيادة ما بين ببشان ما بين بنبتلة. الله يا هذا الشوط، ولكن سلام جودة سلام، تحية واحترام لمالك عنيدة بشان بن محمد بن بشان العجمي على فوز عنيدة وانتزاح ناموس هذا الشوط. المركز الثاني وصلت بلشة سعد بن مسعود بن بتلة، والمركز الثالث خالد بن ربيع العجمي والمركز على صدارة الشوط. شعار نايف بن ناصر البلوي. الله يا البلوي، اللحظات الأخيرة، الأمتار الأخيرة، الأربعمية متر الأخيرة، ما تبقى عن نهاية هذا الشوط، والسامي على أول المراكز مع الانفراد الكلي والابتعاد المستحيل عن بقية المشاركين والمنافسين في هذا الشوط. إذا متابعينا الكرام، من هذه اللحظات أهني وأبارك لمالك السامي نايف بن ناصر البلوي على حصول السامي بالمركز الأول بدون أي منافس، بدون أي منازع، وبدون أي أوامر تذكر. ها هي لحظة وصول السامي إلى خط النهاية، معلنا الفوز والانتصار. المركز الثاني، وصل الطيار ضيف الله سرحان العتيبي. المركز الثاني، وصل الدرعي يتقدم مع المركز الثاني، مع ثاني الأسماء وثاني التحدي، جار الله بن حديبان المري مع المركز الثاني. المركز الثالث، الوصول وتقدم شعار في هذه اللحظات، ثالث الأسماء شعار بو ربعة، لكن سلابة الأمور خلاص مع سلابة. مشكور يا البتراء من قدم لنا سلابة، ما شاء الله قامت الشوط راس، تبي تنحي شوط راس، ما شاء الله. والسلام إلى الغويبة، سلام إلى الغويبة. ها هنا لحظة صو سلابة بالمركز الأول، فهيد بن محمد البتلة، واسعد الله صباحك يا البتلة على فوز سلابة بالمركز الأول وبدون أي توامر تذكر. المركز الثاني سيد عبيد بن سلمان الدوسري، المركز الثالث
جام الشيخ عاطف بن عطية القرش المركز. المري يريد النقطة الثانية في هذا الصباح، ولكن المركز الثاني براق مع انطلاقة علي بن ناصر بن بخيته المري، ولكن ابو حمود واصل مع انطلاقة القاضية على المركز الثالث سعود بن حمود العتيبي، والمركز الرابع اللي ما جبنا له طاري يصل الرسمية في الموعد الرسمي مع بن عيادة جزا بن عيادة الشمري، ولكن سلاب على الصدارة بن بتلة بن عيادة بن حمود بن بخيتة، ولكن سلام بن بتلة سلام تحية واحترام. والنقطة الثانية لهذا الشعار في هذا الصباح تانينا والناموس لفهيد بن محمد بن بتلة المركز الثاني، جزا بن عيادة الشمري المركز الثالث، سعود بن حمود العتيبي مركز الرابع. في هذا الشوط يتقدم بكل قوة على المركز الثالث، ولكن الشهامة الله الله الشهامة على الصدارة على المقدمة على المركز الأول مع اللحظات الأخيرة الأمتار الأخيرة، الشهامة صامدة على المركز الأول رغم الخطورة من القادمة رغم الخطورة من الهقاوية على المركز الثاني. يا سلام وايضا حربة يا سلام، الشهامة الشهامة والهقاوية وحربة تتقدم بكل قوة، ولكن الشهامة صامدة الشهامة صامدة يا سلام. وصلت الهقاوية تقدمت بكل قوة ولكن الأمور لم تتغير، الشهامة الشهامة. إذا تهانينا والناموس لمالك الشهامة الشيخ عاطف بن عطية القرشي على حصول الشهامة بالمركز الأول. من اهتيبان المري يا سلام، 500 متر الأخيرة ما تبقى عن خط النهاية، سفير الدولتين مع المركز الأول يباعد بينه وبين بقية المراكز. ما شاء الله على الدرعي، الله الله الدرعي غادر بالناموس غادر بالانتصار. الدرعي جار الله بن سعيد بن اهديبان، الله الله يا بهديبان مع 200 متر الأخيرة، الله 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 ما شاء الله ما يحتاج العصا يا بن اهديبان، انفرد وباعد بينه وبين بقية المراكز. تهانينا وناموس مالك الدرعي جار الله بن سعيد بن اهديبان. ها هنا لحظة صوت درعي بالمركز الأول، جار الله بن سعيد بن اهديبان بالمركز الأول. المركز الثاني الأول إلى طيف اللي على الصدارة وعلى المركز الأول، حالات الشي تعلق على صاحبة عوايد وصاحبة إنجازات، وتابع طيف على الصدارة وعلى المركز الأول بقيادة بن مشرف مع انطلاقة الصدارة فواز بن مشرف الشمرية، يقدم لنا طيف ويقدم لنا شعارة على الصدارة. السلام إلى الشمال إلى عروس الشمال هناك بحايل، سلام حايل سلام ميدان المحنة سلام، تحية واحترام لمالك طيف راعي العوايد ما يخلي عوايده، سلام تحية واحترام لفواز بن مشرف الشمري على فوز طيف وانتزاعها لناموس هذا الشوط المركز الثاني. شعار بن بشان يتقدم، الامتار الاخيرة الامتار الاخيرة، الله يا مبعد مبعد يا مبعد مبعد مبعد، شعار جار الله بن محمد بن جوير بن جوير على المركز الاول. يا سلام بن بشان اتحرك الساعي وانطلق الساعي، الامتار الاخيرة مبعد والساعي الساعي ومبعد الامتار
الأمتار الأخيرة الساعي مبعد 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 أبعدهم مبعد ما شاء الله جار الله بن محمد بن جوير سلام سلام مبعد سلام تهانينا والناموس مالكي مبعد جار الله بن محمد بن جوير والعصا في البطان ولكن تحرك تهانينا والناموس مالكي مبعد جار الله بن محمد بن جوير المركز الثاني وانطلاقة الصدارة والمركز الأول وصاحبة عوايد هذا الذلول سجلها حافل مليء بالإنجازات مع انطلاقة هذا الشعار الأخضر والأبيض المتميز إن قلنا سعودي قلنا سعودي وإن قلنا هلاوي قلنا هلاوي سلام تحية واحترام للشيخ عاطف بن عطية القرشي من الميتين متر الأخيرة على فوز الشهامة ومشكور يا مضمر السرعة ماجد بن مذكر القرشي من يدير عملية التضمير ولكن أرى اللي وصلت أرى اللي وصلت راشد بن حمد بن حلفان مع بلشه اللي أبلشتنا أبلشتنا في اللحظات الأخيرة سلام بن حلفان سلام راشد بن حمد بن حلفان المركز مع انطلاقة مذهل والمركز الثاني وتابع شامان شامان ومذهل العدواني والعتيبية مع انطلاقة الصدارة وانطلاقة المركز الأول وهدير الزمول ما بين الاثنين ما بين مذهل ما بين شامان ما بين العدواني ما بين سليس السلام حاير حاير وطاير من يختار والله انه يحتار ما بين شامان ما بين مذهل ولكن كما خبرتكم بين شامان راعي عوايد وراعي العوايد ما يخليها ولكن مذهل واللحظات الأخيرة والأمتار الحرجة سلام تحية واحترام لمالك شاهين لمالك شامان مساعد بن مسعود العدواني مركز الثاني مذهل متر أخيرة الله الله لكن وصايف والعصا في البطن وصايف والعصا قاس ما تعب أيضا بنفس الملوال عصاتها في البطن الله الله وصايف ما تهاب ما تهاب وصايف الأمتار الأخيرة العداني المرزوقي لكن وصايف غادرت غادرت بالناموس غادرت بالانتصار 200 متر أخيرة ما تبقى عن خط النهاية وصايف وصايف تهانينا والناموس مالك وصايف حسن بن أحمد العديني ها هنا لحظة وصول وصايف بالمركز الأول حسن بن أحمد العديني تهانينا والناموس المركز الثاني ثاني المراكز كان الوصول من شعار الشيخ مشعل بن حسن الذيبة وبدأ يكشر بنيابة وهذا القعود صاحب نقطة في التمهيد السابق مع انطلاقة بو حمد مسعود بن حمد بن صرير ولكن الروقي واصل مع انطلاقة شعاره على المركز الرابع ولكن لنا عودة مع الصدارة مع المركز الأول لكي نتابع في هذه اللحظات بندر بن مناحي العتيبي بدر بدر مع الصدارة مع المركز الأول وابناء ميدان التعاون مع المركز الثاني مع انطلاقة الروقي ولكن الصدارة والقيادة مع ابو مناحي سلام ابو مناحي سلام تحية واحترام لبدر بن مناحي العتيبي على فوز شاهين بالمركز الأول المركز الثاني الله الله ما شاء الله تبارك الرحمن الشقردي الشقردي عوض السيد شعار رداد بن مطير القثامي يتقى
يقدم المركز الثاني ثاني الأسماء القدوم. لكن أعود إلى الصدارة، أعود إلى الشقردي. مشكور يا الفهد من قدم لنا الشقردي مع شوط السودانيات. تهانينا والناموس مع الميتين متر الأخيرة. ما تبقى على خط النهاية، ها هنا لحظة وصول الشقردي بالمركز الأول. رداد بن مطير القثامي، تهانينا والناموس، ها هنا لحظة وصول الشقردي بالمركز الأول. رداد بن مطير القثامي والمضمر الفهد، تهانينا والناموس، ها هنا لحظة وصول الشقردي بالمركز الأول. رداد بن مطير القثامي، تهانينا والناموس، المركز الثاني. ثاني المراكز وثاني التحدي شعار.